استقبال ملكي لآخر ملوك مصر، صافرات وأوامر وأجراس وسلام سلاح. ده اللي كتبه الملك أحمد فؤاد على صفحته واصفاً استقبال البحرية المصرية ليه على متن المحروسة، اليخت اللي بيعني كثير لملك مصر السابق. اليخت الملك المحروسة هو اللي نفي عليه الملك فاروق الأول إلى إيطاليا بعد ثورة 1952 بعد تنازله عن العرش للرضيع آنذاك الأمير أحمد فؤاد. بيعود ملك مصر السابق أحمد فؤاد الثاني ليصعد على يخت المحروسة من قاعدة راس التينة البحرية بالإسكندرية، ومعه نجله الأمير محمد علي وسط مراسم رسمية. نشوف الفيديو المنتشر. تعليقات كتيرة على الفيديو على السوشيال ميديا، خاصة السوشيال ميديا المصرية. خلينا نبدأ مع هاني. هاني كان كتب وقال يعني بعد 72 عام على مغادرتها من رحلته الأخيرة أو مغادرتها من رحلته الأخيرة، مرحبا أحمد فؤاد الثاني. كمان كان في تعليق لعز الدين. عز الدين الخطيب كان أو الكاتب كتب وقال استقبال محترم لملك مصر من رجال البحرية المصرية المحترمين. هينضم إلينا من القاهرة الدكتور ماجد فرج المتحدث الرسمي باسم الملك أحمد فؤاد الثاني. أولاً أهلاً بحضرتك دكتور ماجد، ومشرفنا على قناة المشهد وبرنامج المشهد تاج. إيه أسباب زيارة الملك أحمد فؤاد لمصر الآن؟ هو زيارة الملك أحمد فؤاد الثاني بيجي مصر مرة كل سنة بدون سبب محدد غير أنه يزور بلده، وأظن ده يعني حق طبيعي له. وفي نفس الميعاد في كل سنة بيجي، والسنة دي يعني نفس العادة استمر فيها. والسنة دي بتمتاز بحاجة تانية، أن ابنه الأمير محمد علي أصبح دلوقتي ساكن في القاهرة، وأصبح له بيت وهو أولاده وجايين يعيشوا في القاهرة عشان يتعلموا عربي ويرتبطوا بمصر بعد ما كانوا عايشين معظم حياتهم في فرنسا. طب دكتور ماجد الملك فؤاد أحمد فؤاد الثاني ما بيفكرش يستقر في مصر؟ والله ده موضوع يعني طرح يعني على المائدة، ولكن أعتقد إن هو مرتاح في المكان اللي هو فيه اللي اتعود عليه بقاله. النهارده هو عنده 72 سنه فمش يعني صعب قوي ان هو يغير مكانه وعاداته، وهو راجل بسيط جدا وعايز يعيش عيشه هاديه ومش عايز ان هو يعني يسير حواليه اي نوع من انواع اللغط. فبيكتفي بالزياره السنويه وبيقعد دلوقتي اصبح يقعد عند لو كان في فنادق، دلوقتي بيقعد عند ابنه في منزله في القاهرة. تمام. وبيعمل زيارات للأماكن التاريخية سواء كانت قصور أو متاحف أو زي مكتبة اسكندرية أو المتحف المصري الكبير وإلى آخره. طب دكتور ماجد، انطباعات جلالة الملك أحمد فؤاد الثاني عن حفاوة الاستقبال اللي كانت موجودة المرة دي في اليخت، تحديدا في يخت المحروسة، أخبار انطباعاته عنها إيه؟ بص حضرتك، هو يعني عادة يعني بيقابل بحفاوة في كل حتة بيروحها فيها، حتى يعني حتى في الأماكن الرسمية زي مثلا يعني لما زرنا السنة اللي فاتت قصر عابدين وقصر القبة، والسنة دي قصر المنتزه وقصر راس التين ومحروسة، دائما بيقابل بحفاوة شديدة جدا واحترام شديد جدا، وده يدل على شيء، فده يدل على يعني ان الدولة تصالحت مع تاريخها ومع
مع كل شخصياتها التاريخيه، وبمقابل بترحاب من القيادات زي اكنه يعني زي اي حد يعني. تمام. شخصيه هامه من اي بلد. طب دكتور ماجد، احنا نعرف ان حضرتك واحد من اقرب الناس والمقربين من الملك احمد فؤاد الثاني. مشاعر الملك احمد فؤاد الثاني في رحلاته لمصر تبقى عامله ازاي؟ هو اكيد ما فيش شك ان هو بيبقى متاثر قوي 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 بالحفاوه دي، وسعيد بان الناس بتقابله كده، سعيد الناس بقت تفتكره بالخير وتفتكر اسرته بالخير بعد ما قعدت سنين طويله قوي 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 لا تذكر الا بكل يعني شرف، اصبحت النهارده بتذكر بالخير وهو بيقابل بالترحاب، فهو بيتاثر جدا طبعا بده وبيبقى سعيد من داخله. و يعني انا شخصيا لو في مكانه كنت احس بشيء من تمام. الضيق او من الـ، لكن هو حقيقه يعني انا بحسده على انضباطه النفسي، ما عندوش اي نوع من انواع شكرا الاحاسيس شكرا النيجاتيف جزيلا خالص. دكتور ماجد فرج، المتحدث الرسمي باسم الملك احمد فؤاد الثاني. شكرا جزيلا لوجودك معنا وعلى كل المعلومات. شكرا جزيلا.